كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى ومن على آثارهم سار واقتفى. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لو قلت لكم إخواني في هذا المجلس الرمضاني بأننا بخصوص القرآن وبخصوص كتاب الله عز وجل مقصرون ومضيعون، وظلمنا أنفسنا اتجاهه ظلما كبيرا، وظلمنا أبناءنا أيضا بخصوص قراءة القرآن وتعلمه، ماذا لو قلت لكم إخواني بأن أكثرنا لا يحسن قراءة الفاتحة؟ ماذا لو قلت لكم بأن أكثرنا لا يحسن قراءة الفاتحة فضلا عن قراءة السور الأخرى؟ أقصد بكوننا لا نحسن قراءة الفاتحة من نقر شاويث لان الحروف وتفخم نشا وهنفخم لان الحروف وتعيض نشا وسنتعيض وقس على ذلك. الفاتحة إخواني هي فاتحة الكتاب، سمها نرزم النسخة والنفس الصورة همزوار إغندي تقبالا ذي القرآن، هي فاتحة الكتاب، هي فاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الوافية، الكافية، الكنز، الشفاء، الرقية، الشكر، الصلاة، إلى غير ذلك من أسمائها. ما تقر النبي صلى الله عليه وسلم ذي فضل سورة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني الصلاة ميلان وذكرش فاتحة الكتاب صلاة نص هبطل لا شغل سنزالت. ونفس الحكم بالنسبة للذي لا يحسن قراءة الفاتحة، ربما يكون في صلاته بطلان وهو لا يدري، بل ربما يشيب الواحد منا، يشيبه يبلغ 70 أو 80 من عمره، ربما يموت الواحد منا وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، والتي نقرأها في الصلاة 17 مرة أو أزيد من ذلك. فاسمعوا معي في هذا المجلس واكتشفوا بأنفسكم الأخطاء الفادحة التي نرتكبها في قراءة الفاتحة. هي أخطاء كثيرة وكثيرة جدا، عفوا، قد لا نحصرها، نسأل الله عز وجل أن يغفرها لنا بمنه وكرمه. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد تحقيق حرف الدال، الحمد تحرص على نطق الدال دالا، يعني ترققه دون تفخيم، فإذا فخمت الدال واش يولي؟ يولي طاء، وتولي تقول الحمد. لازم الحروف تخرجها من مخارجها. الحمد لله، لله كسرة في لفظ الجلالة لله دون مدها، ما تقولش لله ولا لله طعيت للام الثانية وقس على ذلك. الحمد لله رب العالمين، احرص على إخراج النون من مخرجها، رب العالمين، تخرج النون من مخرجها. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم دون مد الراء في الرحيم، كثير من أبنائنا ربما يقرؤون ويقولوا الرحيم، يعني مدوا حرف الراء. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ملك الكاف مكسورة، ملك
وأيضا في قراءة حفص عن عاصم هناك من إخواننا من يقرأ فيقول مالك يوم الدين فيقف على الكاف بالسكون، وهذا خطأ، خطأ فادح. ملك يوم الدين الكاف عليه كسر، ملك يوم الدين، الدين مع إظهار الدال أيضا لكي لا تقرأ تاء، ملك يوم الدين، لو كان ما تبينش حرف الدال يولي تاء، لأنهما يخرجان من نفس المخرج. ما تقولش ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، الدال لازم تنطق دال باش ما يوليش تاء. إياك إي إي إظهار الهمز في حرف الألف، إي ما تقولش آ، إي يا مع تشديد الياء، إياك 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 نعبد. كثير من إخواننا سمحهم الله يقرؤون إياك، لا هذا خطأ، إياك إياك نعبد، نعبد وما تعيدش للدال، نعبد هذا خطأ، نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين أيضا تبين النون نتاعك، نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ما تقولش اهدنا، اهدنا خصوصا عند البدء بها، اهدنا الصراط، الصراط الصاد من حروف الاستعلاء، لازم تتشارد السمين، الصراط ايضا الطاء من حروف الاستعلاء باش وقت ولا انشاء الصاد لو كانوا تبين تيشا مليح ما تاكي ولا كي ولا السين، الطاء مو تبين تيشا مليح كي ولا ذتا وتولي تقرد الصراط، الصراط الصراط المستقيم، المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم مع كسر الهاء جيدا، عليهم كثير من إخواننا سمحهم الله يقرؤونها عليهم مع فتح الهاء وهذا خطأ، خطأ فادح، عليهم إظهار الكسر وتوضيحه، غيري غيري إخضاء غيري غا الغين في اللس الفتح، غيري غيري المغضوب عليهم، عليهم الهاء ثاني لازم استبين الكسر، عليهم ولا الضالين، ولا الضاء لازم ذيني تنفرق جار الضاد ضد الضاء، ويلا نصو شنضوض ويلا نخلصو شنضوضا من القرش يستشوث، الضاء الضاء وينثي الريد سياي لازم يلسن يهودي الريش، حرف الضاد يلسن يهودي الريش اللي حبس لا ينث وذيالي غير ثغمس ثيني جايين الأضراس باش انا تسريد حرف الضاد، بصح الظالمين مثلا الظالمين يلسن الريد قيتش، الظالمين يلسن الريد قيتش وتبين الحرف الضاء، الضالين ذي واستشل ست حركات والحركة كبسط الأصبع وقبضه، الضالين مع تشديد اللام، كثير من إخواننا يغفلون عن تشديد اللام، الضالين ضالين الضالين لازم تشد اللام باش نبتدي ننطق نطقا سليما، آمين آمين الهمزة هنا فيها مقدار حركتين، آمين كثير من إخواننا يمدونها مد الطول أو مد الإشباع ست حركات، آمين والقي من قرن لا عندها مقدار حركتين فقط، آمين. أما مد اللين العارض للسكون مين فهذا يجوز فيه التوسط أو الإشباع مع تقديم التوسط، علما أن كلمة آمين من ضمن الأمور التي يحسدنا عليها اليهود عليهم من الله ما يستحقون، فالمصلون خلف الإمام يقولون دفعة واحدة وبكلمة واحدة آمين، ما معنى آمين؟
أي استجب دعاءنا يا رب، أي استجب دعاءنا يا رب. ضف إلى ذلك أنهم يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله إليها وأضلهم الله عنها، ويحسدوننا عن يوم الجمعة الذي نجتمع فيه. إخواني أخواتي، تعلم الفاتحة في الحقيقة أمر واجب على كل مكلف، بل هو من أكد الواجبات، لأنها الركن الركين من أركان الصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة قراءة صحيحة. فيجب على المكلف أن يتعلمها ولو طال الزمن، ولو طال بك الزمن. ما يهمنيش في كاويد العمر نشو كليتش تتعلم الفاتحة، لازمها تتعلم ولو طال الزمن بك، ولو أنفقت في سبيلها أموالا طائلة وكثيرة. أما الإنسان إذا كبر ولم يتعلمها ولم يحسن نطقها بألفاظها، فإنه ينبغي على أولاده أن يعلموه إياها ويصحح له ألفاظها، فإن ذلك من البر. أما إذا كان الشخص كونه ألكن لا يحسن نطق الحروف، يعني ما إلا الإنسان دعكون يا بعض أصلا لا يحسن نطق الحروف، فهذا معذور، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاحرصوا إخواني على حفظ سورة الفاتحة حفظا جيدا، وقراءتها قراءة سليمة صحيحة، إذ صحة صلاتكم مرهونة بصحة قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة أمر واجب علينا جميعا، شبابا وشيبا، رجالا ونساء، أئمة ومأمومين. نسأله تعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، ومن الذين يقرؤون القرآن قراءة سليمة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.